طبعاً اليوم أول يوم في معرض العطور من أكبر المعارض اللي موجودة في موسم الرياض. طبعاً أكيد متوقعين نجاحها، راح يكون نجاح جداً كبير والناس وايد مستانسة، ومتأكدة أن المعرض راح يكون من أفخم وأنجح المعارض. اليوم أول يوم حق المعرض، صراحة شفت المعرض جداً جميل، الترتيب والنظام روعة، التصميم وايد حلو، البراندات المشاركة جميلة صراحة، فوق التوقعات وفوق الوصف، بس مو شيء جديد على السعودية. حياكم الله معرض العطور بالرياض، من أكبر وأفخم وأرقى المعارض اللي شفناها. كل واحد ما حضر لازم يشوف المعرض. معارضنا وبوثاتنا احنا مع بوتيكات موجودين احنا وأغلب الجماعة اللي بالسوشال ميديا، فلازم تيون وشوفوا نفسكم. أول ما تدشون راح تشمون ريحة الجنة من جميع أنواع العطورات، والويه كلها مبتسمة. عسى الله يوفقنا وياكم، لا تخلونا. معرض العطور بالرياض أشهر وأكبر معرض شفته في حياتي، تجربة أكثر من رائعة. المملكة العربية السعودية طبعا سباقة، ومو بغريب علينا أنه نحتضن أكبر الأشياء. الحمد لله اللي كنا نشوفه برا صار هو بنفسه يجينا، يا ربي لك الحمد. حياكم الله جميعا. أول شيء أبي أقول أنا وايد سعيدة مشاركتي بواحد من أكبر معارض العطور في العالم بالرياض الحبيبة. حياكم الله، موجودين كل يوم لغاية 14 مارس. أحب أني أشوفكم كلكم.